سعدت لاستدعائي لحضور هذا الحفل الكريم المخصص للاحتفال بعيد المولد النبوي. وسررت أكثر عندما علمت بمشاركة الأديان الأخرى في هذا الحفل المتعلق بعيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة عندما وصلت إلى هذه المدينة، مدينة ليدن، فوجئت مفاجأة صارمة عندما وجدت مساجد للمسلمين قائمة كما هي في بلاد المسلمين، وأن المسلمين يتوفرون في هذه المدينة على أماكن عبادة لائقة، يعني قليل ما يتوفر عليها المسلمون لسوء حظ أو للأسف الشديد يعني في الدول الأوروبية أخرى. لم نجد نظيرا لهذا المسجد في كثير من المدن الأوروبية. إذا فنعتبر أنفسنا محظوظين بأن في هذه البلاد، في هذه المدينة بالذات، للمسلمين أماكن عبادة لائقة كغيرهم من الأديان. ولا غرو في ذلك، لأن ما عرف عن هذه المدينة، مدينة ليدن، لها تاريخ كبير في التعامل مع الإسلام. كما يعلم الخاص الآن أن جامعة ليدن من الجامعات الأوروبية الأولى التي اهتمت بنشر الثقافة الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالسيرة النبوية. كثيرة هي الدراسات والأبحاث ورسائل الدكتورة أيضا التي أنجزها ما نسميه المستشرقين الهولنديين، وخاصة في مدينة ليدن. دائرة المعارف الإسلامية التي كتبها فيها كبار المستشرقين الأوروبيين والهولنديين بالخصوص، وهي نشرت لأول مرة يعني في 1913 انطلاقا من مطار ابريل هنا في مدينة ليدن. كتب فيها فيس، كتب فيها الدوزي، كتب فيها ليبن بن منصر، كتب فيها البنسي كبار المستشرقين. كما لا يفوتني ان اشير ان مجموعه من المعاجم ومجموعه من الفهارس المتعلقه سواء باللغه العربيه او بالحديث النبوي او بالفاظ القران ومعجم الفاظ القران قد تم كتابتها هنا في مدينة ليدن. فأقول أن في هذه المدينة هناك زخم وتراكم معرفي مهم. أدعو بهذه المناسبة المسلمين في هذه المدينة إلى استعادته، والبناء عليه من أجل تقديم الصورة المعرفية الأكاديمية الحقيقية على الإسلام والمسلمين. كما أتمنى، وخاصة في هذا العصر، التشنجات الهوياتية أو التصادمات الدينية والحضارية والثقافية، أتمنى أن تلعب هذه المدينة دورا قاطرا، خاصة فيما يتعلق بقضية الإسلام في أوروبا. للمدينة رصيد تاريخي مهم يمكن أن يستفاد منه في تنظيم الإسلام على مستوى أوروبا، في تكوين الأطر الدينية من الأئمة والمرافقين الروحيين في المؤسسات العمومية، في كيفية التعامل مع الإسلام وفي كيفية تقديمه. فهولندا لها من الرصيد التاريخي سواء كبلد أكاديمي يعني جامعة ليدن، ولكن أيضا كدولة لها إرث يعني فيما يسمى بال15 في الفترة الاستعمارية، عندما كانت أكبر إمبراطورية مسلمة في التاريخ أو في العالم آنذاك. كانت هولندا يعني باعتبارها استعمرت إندونيسيا، فكانت أكبر إمبراطورية مسلمة، كانت تسهر على تنظيم شؤون المسلمين بما في ذلك الحج. إذا أيضا هذا التراكم ممكن أن يفيد اليوم في ترتيب العلاقة مع الإسلام والمسلمين في كل دول أوروبا. ما نلاحظه أن غياب هذه المعرفة الأكاديمية التي تراكمت هنا، وللأسف لا نستدعيها في نقاشاتنا اليوم، لا من قبل السياسيين
ولا من قبل حتى الباحثين للأسف، ولا من قبل المسلمين. هذه التشنجات نتيجة عن غياب هذه المعرفة الأساسية. الدول الأوروبية أو المجتمعات الأوروبية معرفتها اليوم قليلة بالإسلام. من يتعامل مع الإسلام من الأكاديميين والصحفيين والسياسيين يكتفي برصد الظواهر. نرصد الظواهر، الإرهاب، الكراهية، العنف، هذه كلها ظواهر وليست دين. المعرفة الدينية غائبة، فعكس ما كانت عليه مدينة ليدن عندما أنتجت هذه دائرة المعارف والمعاشر الكبرى، لا نجد أثر ذلك في نقاشاتنا الإعلامية أو في نقاشاتنا السياسية. أنا أتأسف كثيرا عندما أرى بعض رموز اليمين المتطرف يتحدثون عن الإسلام في هولندا، فأقول هل هؤلاء حقيقة ينتمون إلى هولندا؟ هولندا صاحبة الإرث التاريخي الكبير في التعامل مع الإسلام. أعتقد اليوم هولندا مدعوة لأن تلعب دورا مهما يعني في ترتيب أو إعادة ترتيب العلاقة مع الإسلام والمسلمين، ليس فقط داخل البلدان الأوروبية وإنما في العالم. لها ما يمكنها من بناء جسور التعارف، جسور التعامل، جسور الحوار مع باقي العالم الإسلامي، لأن لها هذا البعد الثقافي الإسلامي الحاضر بقوة في التقاليد الجامعية والبحثية في جامعة ليدن. ما نلاحظه كما قلت غياب هذه المعرفة هو الذي يخلق لنا التشنجات ويخلق لنا هذه الصدمات. من جهتنا نحن أيضا كمسلمين علينا أن نستعيد هذه المعرفة وأن نبني على هذه المعرفة وأن نثمن هذه المعرفة وأن نشجع هذه المعرفة، كما أنه يجب علينا أن نبذل أيضا قصارى جهودنا من أجل معرفة الآخرين. لا يمكن أن نكتفي بما كتبه القدامى عن المسيحية ولا عن اليهودية، لا يمكن أن نكتفي بما كتبه ابن حزم في الأندلس أو بما كتبه الشنستاني. اليوم لا بد أيضا علينا مسؤولية وانطلاقا من هذه المدينة أن نعرف المسلمين يعني في أوروبا ولكن في باقي العالم بالمسيحية واليهودية بطرق أكاديمية وبطرق علمية، أن نتعرف على الآخر كما يقدمه نفسه وليس كما نتخيله نحن، لأن في الأخير نحن كلنا مؤمنين ننتمي إلى هذا فضاء الإيمان. عندما دخلت إلى هذا المسجد التقيت بالسيد المسؤول البروتستانتي فأخبرني أنه بروتستانتي وإن ابنه يقرأ القرآن، فقلت له على لسان أحد اليسوعيين الفرنسيين في يوم شرطان توفي في الولايات المتحدة في 1956، قال كل ما يصعد فإنه حتما يلتقي. إذن كل ما يصعد فإنه حتما يلتقي، سواء قرأنا الإنجيل أو قرأنا القرآن أو قرأنا التراث. ونحن في بيت من بيوت الله، السيد الرئيس أشار إلى المغرب، فإن أماكن العبادة كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية فهي لديها نفس القدر من القداسة عند المسلمين. فبما أنني أتيت من المغرب فنحن نتوفر على جالية يهودية بأماكن عبادة لائقة، كما نتوفر أيضا على جالية مسيحية بأماكن عبادة لائقة. وأخيرا يعني أقمنا معرض التواجد المسيحي في المغرب الذي له 8 قرون، كما أن هناك أيضا تواجد يعني يهودي قديم له 20 قرن، كما أن كثير من البيع اليهودية يتم إعادة ترميمها والمقابر اليهودية يعاد ترميمها، وكذلك المقابر المسيحية يهتم بها. هذا لأن في المغرب أيضا مرجعية دينية تسمى بإمارة المؤمنين التي هي تسهر على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المؤمنين، وهذا ما ورد على لسان جلالة الملك في حواره مع أحد الصحفيين في مدغشقر عندما قال أنه يشكل المرجعية الروحية لليهود والمسيحيين والمسلمين، فهو الضامن
حرية ممارسة العقائد الدينية لمختلف الطوائف الدينية في المغرب. إذن للحقيقة أنا عشت في المغرب كما عشت في أوروبا وعشت في فرنسا، اكتشفت للأسف الشديد كثير مما نتحدث عنه اليوم، خاصة معاناة السامية أو صراع الأديان، اكتشفته في أوروبا. لم يكن يخطر على بالي أبدا في المغرب أن تكون هناك، أن الإنسان يعاني من أجل معتقده، يعاني من أجل دينه أو من أجل جنسه. إن كنا نستأنس ببعضنا البعض، اليهودي مع المسلم والمسيحي مع المسلم، في تراثنا الشامي على مستوى الفنون الموسيقية لدينا 11 مقاما موسيقيا في المغرب، 10 مقامات مشتركة بين اليهود والمسلمين، 10 مقامات مشتركة بين اليهود والمسلمين. يعني في الحياة اليومية المسلم واليهودي يعيشون في وئام، يعيشون في يعني ليس التعايش كما يقال الآن تعايش، وإنما نحن هناك تداخل، تداخل يعني كبير لا يمكن أن نفصل، يعني من ناحية اللباس ومن ناحية الأكل ومن ناحية اللغة ومن ناحية الممارسة اليهود عن يعني المسلم. حتى في ممارسة بعض الطقوس الدينية لدينا ما يسمى بالصالحين أو قبور الصالحين، فكثير من قبور الصالحين يجتمع على احترامهم المسلمون واليهود. لدينا يعني عشرات من قبور الصالحين الذين تتم زيارتهم من طرف المغاربة اليهود ومن طرف المغاربة المسلمون. إذن ليست لدينا مشكلة في التعامل مع الآخر. نتمنى أيضا المغاربة هنا في هذه المدينة البلد أن ينشروا هذه الروح، روح التعاون، روح التعايش، روح المحبة، روح الأخوة، وروح أيضا احترام الآخرين، خاصة هذا الاحترام يجب أن يكون على معرفة دقيقة بما يقدمه الآخرون. نحن كمسلمين لدينا معرفة بالأديان الأخرى، ربما كما قلت مشتاقة من بعض يعني مصادرنا نحن الدينية أو التاريخية، ولكنها لا تعفينا من أجل معرفة الآخرين حقا وحقيقة. لابد أن نتعرف على المسيحيين ونتعرف على اليهود كما يقدمونهم أنفسهم من خلال يعني مصادرهم اللاهوتية، من خلال كتاباتهم، حتى نستطيع أن نتواصل مع الآخر بالفعل، ليس مع تصوراتنا على الآخر، وإنما على ما يمثله الآخر حقيقة في الواقع وفي المجتمع. إذا لابد أن يكون هناك جهد. كما أتمنى أن هذا التاريخ الأكاديمي العريق لهذه المدينة العظيمة حقيقة وما راكمته، أتمنى أن يعني ننفض عنه الغبار من جديد، وأن نعمل على نقله للعالم وتعريف العالم به، وأن نستعمله يعني كمادة أساسية كما قلت من أجل إخماد يعني هذه الفتن التي تشتعل هنا وهناك، ومن أجل ترتيب علاقة الإسلام والمسلمين بالمجتمع أو بالسلطات العمومية بصفة عامة. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.